تقريبا من 27. عندي ضغط من 27 سنة. ضغط من 27 سنة. سكر من كم سنة؟ 23. يعني الضغط بدأ الأول؟ اه. طب فين تحاليل الدهون بتاعتك؟ دي لا بس ده من 27 سنة. لا ده دلوقتي انت ماشي على كنت ماشي على دواء دلوقتي لا كنت ماشي على دواء كوليسترول انت. اه وقفتيه بعد امتى؟ من اسبوعين برضو. اه مع بدايه نظامك وقفت الدواء بعد ما شفتينا يعني. انا وقفت مع نظام حضرتك وقفت نظام وقفت قصدي علاجي. السلام عليكم زوجة جماعه. لا انا مش عايزك. لا مش عايزك تقولي وقفت ايه. اصبري بس عليا. اتفضل. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ الاستاذه ابتسام من المتابعين بتوعنا. انا اول مره اشوفها النهارده يعني. ابتسام من المتابعين بتوعنا. وبعدين ابتسام 52 سنة عندها سكر وعندها ضغط صح؟ تمام. وعرق النساء وارتجاع مريء وقولون صح؟ اه وخشونة في مصادر الجسم كلها. وخشونة في المفاصل صح؟ عندها غضروف في ظهر. وغضروف في الظهر صح؟ تمام. وغدة. وغدة درقية فيها خمول. تمام. صح؟ شعرك بيقع. شعرك بيقع. ودانك وجعاني. ودانك ما ينفعش بيها. طب علي صوتك عشان الناس تسمعك بقى ابتسام طالما انت فاجئتيني بالكلام ده الصراحه. عندي حاجات كتير بصراحه يعني. انا عندي شعر بيقع وعندي وداني بتوجعني ومناخيري بتوجعني. انا اصلا رحت الدكتور انف واذن عشان بشتكي من مناخيري. اه فهو اللي قال لي ان انا عندي ارتجاع في المريء. ما هو الجيوب الانفيه من ارتجاع المريء على طول اثر على وداني واثر على ودانك. المعده. كنت بقوم من نوم الصبح وشي ده منفوخ قد كده وارم جدا وعليا. طب سكرك انت بتاخدي ثلاث ادويه قراص ونوع انسولين بالليل كمان اللي هو اللانتوس اللي هو اللونج اكتنج تمام. ودايما بتقيسيه قبل نظامنا ماشي عليه بقالك اسبوعين. ايوه. وقفتي على اثره دواء الكوليسترول. ايوه. فانت دلوقتي في الاسبوعين دول لقيت سكرك بينزل منك صح؟ بينزل جدا. هو كان كام بقى قبل نظامي انا؟ قبل نظام حضرتك انا كنت اقيسه مثلا الصبح صايم كنت الاقيه مثلا 200 وحاجه 210 210 صايم. لما كان يبقى نازل كان يبقى مثلا 160 170 170 اقول كده سكري كده مظبوط كده نزل كده سكرك مظبوط. بثلاث ادويه سكر وانسولين بالليل. أوه. تمام. طبعا غير ان ريقك ناشف وغير الحاجات دي كلها. طب فاطر كان كام؟ لا فاطر بقى كان بيعدي 200 وحاجه وساعات 300 لا ما هو 210 صايم. هتلاقي الفاطر عندك اعلى من كده بكتير. كان بيعدي 330 340 300 وشويه صح؟ لا طيب. ساعات كان بيعدي اكتر من كده. كان ساعات بيوصل ل 400 و500. طيب احنا بقى في الفتره اللي فاتت دي اللي هي حوالي اسبوعين 15 يوم صح؟ تقريبا. انت شفتينا واتفرجتي على وجربتي النظام لوحدك اللي هي النصايح العامة اللي انا بقولها للناس كلها اللي هي هقولها النهاردة برضو. على فكرة هي اصل هي بص يا جماعة هي مش نصايح عامة. هي النصايح دي كلها الناس كلها هتمشي عليها فكله هيستفاد ان شاء الله. ان شاء الله. فالاستاذة ابتسام بعد اسبوعين هي عايزة تاخد خطوة ب او 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 بلان بي او ايه الخطوة اللي جاية بقى. طب ما هي سكرها بتظبط دلوقتي هتعمل ايه الخطوة؟ مش انت قصدك تقولي كده؟ تمام. انت سكرك النهاردة الصايم بتاعه كام؟ الصايم بينزل مني لحد 88. 88 صايم. ايوه انا لسه كنت حضرتك دلوقتي لسه واكله باكل بسكوت دخت كنت هقع. لان انت خدتي دواء السكر مياده. ده دواء السكر عشان انت خدتي دواء السكر. ما هو دلوقتي احنا من خلاص اصل اللي هيمشي على النظام ده سكره هيقع منه ضغطه. طب ضغطك اخباره ايه؟ ضغطي كويس الحمد لله. انت بتاخدي دواء ضغط اصلي؟ لسه لحد دلوقتي باخد دواء ضغط. بس طيب. انا وضغطك بتقيسيه كام؟ يعني انت مش بتقيسيه في البيت برضه؟ دلوقتي ما بقيسش ضغط. لا طب انت جيتي اصلا بتقيسيه ولا ما بتقيسوش اصلا في العادي؟ في العادي ما بقيسوش. امال انت ماشي على دواء الضغط ليه طالما ما بتقيسوش؟ امال بتعرفي منين ضغطك عالي؟ لما بتعب وبروح للدكتور وبيقيس لي ضغط في العياده حتى هو قال لي ما تقيسيش. ايه اللي اتحسن فيكي في الاسبوعين دول؟ عشان انا عايز اقفل بقى. اللي اتحسن معدتي اتحسنت. معدتك اتحسنت. نفسي اتحسن. صدرك نفسه اتحسن. كنتش بعرف اخد نفسي من بطني من القولون وتعبانه وعلى طول مغص على طول امساك على طول وجع في جنبي التهاب هنا الام شديده حرقان.
ايه طب ايه اللي خلاك تسمعي الكلام اصلا؟ ايه اللي خلاك تقتنعي بكلامي مع ان انا كلامي عكس الناس؟ بص انا ما كنتش مقتنعه في الاول عشان ما ابقاش كدابه، انا ما كنتش مقتنعه، كنت حاسه ان حضرتك بتقول كلام غريب. وبعدين جربت، قلت انا جربت ادويه كتير ودكاتره كتير، اجرب دكتور ضياء يمكن تحصل حاجه. فمنعت الجبنه القريش، منعت الزبادي، منعت اللبن، منعت البيض، منعت العيش البلدي. ده اكتر سم بيخش بيوتنا كله. وجبت عيش توست. على فكره امراضنا اللي ايه بيشترك فيها الغني والفقير، عشان نفس ميرسي يا اميره. الغني والفقير بيشترك في نفس الامراض. يعني اعتى العتاوله عند قولون عصبي بالمناسبه. عشان لسه بياكلوا خضار ولسه بيقوحوا. ما بقتش اجوع، في حاجه كنت مفتقداها. على فكره هي كمان لسه ما اتحسنتش كويس، لان هي لحد النهارده بتاخد دواء سكر اللي هو عكس، يعني هي ماشيه في السكه الصح في غذائها خلاص، بس لسه بتلعب في جسمها كيمياء. ما هو كيمياء الادويه زي الجلين برايد والسليديلين والحاجات دي، وبالليل تاخد لانتوس مثلا، هي وظيفتها حاجه، هي بتشجع الانسولين. فانت الانسولين بتاعك شغال. انا وقفت علاج المعده. وقفت علاج المعده. كنترلوك وقفته. وقفت الكنترلوك؟ بعد ما شفتيني. وقفته فعلا. والحموضه راحت. وقفت الجبتن. والجبتن وقفتيه. والالام المفاصل اخبارها ايه؟ وقفت كل العلاج، وقفت كل حاجه، ما باخدش غير علاج السكر والضغط والغده والنقرس. دول كل حاجه وقفتها. دول بقى الجاي بتاعنا. ايوه ما انا جاي عشان الحته دي. حته السكر والضغط الجزء ده بقى بتاع حضرتك بقى. الله مش النظريه ليها صاحب ولا انا بضرب كل حاجه بقى ولا ايه؟ انا كنت باخد علاج من الخشونه ما بتحسنش. طب دلوقتي اسمعوا بقى البق ده، ما تقولي البق ده انت بقى بنفسك. ما تقولي بقى. هطلع شكلي ايه؟ قولي بقى يلا. اقول ايه طيب؟ قولي الخشونه اللي انت قلت عليها البق اللي قلتيه دلوقتي. طيب بص يا جماعه، انا كنت باخد علاج خشونه وقفته، كنت باخد الجابتن وقفته، كنت باخد الكنترلوك وقفته. الجابتن ده فهميهم الجابتن ده بتاع ايه؟ الدكتور كان كاتب لي عليه عشان كان عندي عرق النسا وعندي غضروف في ظهري. بعرف الجابتن ده لان هو اصلا دواء صرع ودواء حاجات وصداع والام المفصليه. كنت باخده وبنام، مش بضرب نفسي خالص، ما بحسش بالدنيا. واقوم من النوم الصبح برده دايخه والدنيا بتلف بيا ومش عارفه اروح شغلي. طب انت بداتي معايا ازاي؟ لما شفتي اما شفتيني ايه اول حاجه بداتي بيها ايه؟ اول حاجه وقفت كل الحاجات اللي قلت لي عليها، الزبادي وقفتها، الجبنه القريش وقفتها، البيض، اللبن، وقفت العيش البلدي. اقتنعت يعني بالكلام ده ان هو ده لو وقف؟ ايوه انا اقتنعت لما حسيت ان انا استريحت. انا استريحت بعد كام يوم؟ استريحت تاني يوم، انا حسيت براحه تاني يوم. انا اكلت العيش التوست النهارده، وقفت العيش البلدي، حسيت ان معدتي ارتاحت وقولوني ارتاح، حسيت ان انا قادره اتنفس، اخد نفسي. حسيت بصراحة أنا وقفت كل الأدوية اللي كنت باخدها والخشونة، لأن أنا كنت باخد علاج ما بحسنش. مش حاسة بآلام زي الأول. بس ما كنتش دواء كمان؟ ما باخدش علاج، بطلت العلاج. أنا عملت حقن في ركبتي قبل كده، رجلي تعبتني أكتر. طب ودلوقتي؟ دلوقتي حاسة، ما بقاش أحس بالوجع زي الأول. بس ما فيش دواء برضه. ما باخدش علاج، وقفت العلاج. ايوه ما انا وقفت كده. ايوه ما تقولهم الالم هو بس قد كان بعلاج. لا الالم مش هو الالم قل. قل كمان. الالم قل بس إيه؟ انا لازم انزل، وزني ينزل، عضلاتي تبقى كويسه، ابقى زي الفل. يعني انا جاي لحضرتك عشان ابقى الفل بقى، مش زي الفل. الفل نفسه لا ده حاجه حلوه قوي. لا لا انا اتحسنت كتير جدا 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 بفضل ربنا طبعا وفضل حضرتك. بس انا نفسي بقى يعني المرحله اللي بعد كده. امساك هو اتحسن ولا لا؟ اتحسن كتير. انا اصلا مريضه امساك اصلا. وراح بعد قد ايه طيب؟ من ساعه ما بقيت امشي على النظام بقيت اعمل حمام. يعني يا جماعه الخضار مش بتاع امساك بقى، يعني الخضار الورق اللي انا منعته ما حدش يقول لي ده ورق ليه. بص حضرتك انا كنت اكل الخيار اتعب، كنت اقشره عشان القولون تعبان اتعب، بطلت خيار. انا دلوقتي ما باكلش حاجه مع ال يعني مين اللي وقف قبل كده قال لكم الخضار ده مضر؟ حد قال لكم قبل كده الخضار؟ ما حدش قال لي يا دكتور ان الخضار مضر، كله كان بيقول لي طبق السلطه ده مهم جدا، لازم طبق السلطه. طبق السلطه ده بطلت. وربطت مع سندوتش التوست الصبح ده طماطمايه. هنوقفها بقى دي بقى. طماطمايه حتى لو اتاكلت قشرتها مش مفيده، قشرتها مضره. عشان كده بقول لك الكافة كمان ما تتاكلش قشرها. الكافة تمصيها. الكاكا ما تتاكلش بقشرها ولا جواها قشر كمان.
يعني الطاقه زي الطماطم هي جواها في النص لحم كده وفي وفي النص في قشر لا ده ما يتاكلش مش مش بتاعك ما بص ببساطه كده هو ورق العنب بعد ما بتسويه الرز جواه بيستوي هو بيستوي الورق نفسه بيستوي لا الورق عمره ما يستوي انا جاي نسيت اقول لحضرتك نفسي حفتنا على الملوخيه كلت الملوخيه كنت هموت كنت هموت في اليوم ده سمعيهم بقى مش خاطر التوم بالمناسبه لا انا كلت الملوخيه بصراحه كان نفسي فيها قوي بس كنت في اليوم ده هموت هموت بطني دي قد كده بتتقطع سليم تتقطع عيبها عيب في قولونك ولا في الاكل بقى بالعقل كده يبقى لا في الاكل انا لما انا بطلت الحاجات دي ارتحت يبقى انت ما تتهمش جسمك بالغباء جسمك من اذكى المكن على وجه الارض وردود افعاله من اذكى ايوه يعني احنا يا دكتور احنا حياتنا كده بقى لها كتير قوي غلط ما هو طبعا والغلط متصدر لي بمعنى طب كل الدكاتره اللي بتقول لك عيش على مش عارف ايه ده وده وده ايه ده لانه كله نقل من بعضه ده طبع ورا ده طبع ورا ده طبع مش عارف اخرج بره الاطار التفكير الاد او الغريب هيتهاجم وانا اتهاجمت وابسط كلمه انت قلتيها انت قلتي عليا ايه في الاول انا ما كنتش مصدقاك بصراحه بس قلت اجرب انا جربت الدكاتره كتير انا رحت للدكاتره كتير قوي كل دكتور يكتب لي علاج امشي عليه ما استريحش امشي عليه ما استريحش وبعدين قلت طب الدكتور ضياء هو طبعا الفيديو طلع لي بالصدفه انا ما كنتش بدور عليك انا طلع لي بالصدفه لقيت كلامك بالنسبه لي غريب اول مره اسمعه وسيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم لما غلب مع اهله في اله ومش اله وبتاع استناهم في العيد وعمل ايه؟ ضرب الالهه كلهم واحد بالسيف بالفاس قطع رقبتهم كلهم كسرهم كلهم ورمى الفاس على رقبه واحد فيهم وقال لهم فعلها كبيرهم ما شاء الله ماليش دعوه صح ولا اسالوا كبيركم ايه اللي حصل بالظبط هو نفس الكلام انا بقول لك جرب الهتك هتقع قدام الكلام ده الاصنام اللي خلقوها عندك هتقع بدل ما نحارب فكرك دي تفكر وبقول لك جرب في بيتك اتهم انا لا ببيع لك حاجه ولا بقول لك انزلي اشتري حاجه دلوقتي مش قصتي مش بتاعتي لا بس انا بصراحه انا كلمه حق يعني انا جربت واستريحت على التجربه الحمد لله الحمد لله حتى كنت انا من النوع اللي بحب الشوكولاته قوي لما كنت اكل حته شوكولاته قد كده اهو قد كده اهو سكري كان يعلى من السما طب سامعين انت بتاكلي شوكولاته دلوقتي وانت عندك سكر صح؟ باكل شوكولاته ومربى صح؟ ولسه واكله بسبوسه امبارح وكنافه قلت سكري؟ لا ما حسيتش باي حاجه صح والله انا كويس الحمد لله ومنعيت منها من سنين مش باكلها على فكره النهارده انت على فكره ماشي على فكره انا جبت الشوكولاته جبت البسبوسه والكنافه لما سمعت ان انت بتقول كلي بسبوسه وكنافه كان نفسي فيها لا كنافه لا كنافه لا بسبوسه ما تقلفيش بس انا استنوا بقى انا كان استنوا بقى هنا 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 السكسين ده كويس هنا في وقفه الاستاذه قالت بسبوسه وكنافه انا قلت بسبوسه كنافه لا خلاص ده مش تفكير غريب ده اثباتات علميه ومنطقيه وفطريه ربنا يبارك لك كتر خيرك كتر خيرك في حرقان في المعده لسه في اكل غلط في حاجه غلط المعده سليمه المعده ما بتعملش حاجه غلط بصوا يا جماعه هي قصه سهله بص دلوقتي دي شنطه بص الشنطه دي فيها ورق الورق مقطع الشنطه ازاي بص شايف الورق عامل ايه في الشنطه مقطعها كويس مع انه ورق عظيم عظيم لو شلت الورق ده خالص من جوه الشنطه دي كده وحطيت مكانها سجاده الصلاه دي بص سجاده الصلاه دي بص في نفس الشنطه بص الشنطه مرتاحه وما اتقطعتش مع ان ده ورق ممكن تكون الحاجه الثانيه دي اتقل بس هي ما قفلتش على المعده ما عورتش جدار المعده عشان كده لما حد بيجي يقول لي انا عملت منظار ولقيت فيه التهاب تقرحي او التهاب تاكلي في جدار المعده ببقى عارف ان هو اكله طبعا زفت جدا اهو ده اللي انا باكله انا جبته العياده هنا شكله اهو بص نوع الخبز ايه توست اهو وبيشبع على فكره هتشبعي كنت في الاول بس هتاكلي منه كتير على فكره الناس بتسالني على الكميات ما بتكلمش ليه أنا انت جسمك هيطلب انا باكل الصبح سندوتشين توست
بفضل شبعانه لما بجوع. بقول لك ايه، انا بقالي 8 سنين ما اكلتش بيض، ما عنديش نقص في عضلات. بقالي 10 سنين ما شربتش لبن انا، وما كان جسمي كالسيوم ما اشتكاش، يعني ما عنديش هشاشه. انا باكل رد على فكره غير التوست، تمام؟ لان كلمه الياف اللي هم نقلوها من الكتب غلط، عشان كده انا بقول لكم يا جماعه ايوه بقى في بيتي على طول. بلا بصمه غذائيه بلا حاجه يا جماعه، مش محتاجين بصمه غذائيه. الفود برنت ده انا خلاص خلصت لك الحوار. الفود برنت ملهاش لازمه، لو بطلت عيش كل الاكل بالنسبه لك هيبقى تمام، انتهت القصه يعني. كنت بقول لك ايه وقطعت الكلام. كنت بتقولي انا باكل رد على فكره. باكل رد. بص، هو زمان ايام الكتب بدات تصدر كلمه الفايبرز مهمه، فهي اسمها دايتري فايبرز، الياف غذائيه، اللي هي الرده اتسلف. انا نسيت اجيب لكم رده النهارده، بكره ابقى اجيبها معايا. الرده نفسها اللي هي مردود القمح اللي هو النخاله اللي هي بتباع عند العطار تحت اسم رده دي. تمام تمام. دي انا باخدها يوميا. ليه؟ دي مش تعمليها ازاي؟ تسميها ازاي؟ معاها جبنه نستو وقلبيها كده خديها. اعتبريها ان انت دي وجبه الرده بتاعتك. دي بتساعد على تنظيف القولون. دي الفايبرز اللي احنا عايزينها، دي اللي الكتب قالت عليها دايتري فايبرز. دايتري فايبرز، وبعدين بعد شويه من كلمه دايتري الاوليه الياف غذائيه اللي هي اصلا مردود القمح بالمناسبه. خلاص، وقلت عليها انا مره في برنامج اللي هي الالياف اللي موجوده في التفاح ساعات في الكمات اللي هي ممكن تقطعيها كده، الصوت ده مش القشره اللي بره، القشره دي بنقشرها، انا بتكلم على الالياف اللي جوه. بيبقى ليها ساندي سنسيشن زي الرمل، فعشان كده الرده دي رمله مهما تبليها ما تعجنش. لا، الرمله مهما تبليها ما تعجنش، عشان كده ما تنزل في قولونك وتمشي تحك فيه بالمنظر ده تغسله. لكن الجرجيره بقى ورقه ليفه قد كده، دي تنزل يمسك فيها. وعشان كده الناس، بصوا يا جماعه، بالمناسبه الناس اللي بتوقف الخضار من غير ما توقف الدقيق اللي هو الخضار زي الجرجير والزباله دي، ما بيوقفوش الدقيق، بيجي لهم امساك. ليه؟ ما هو دلوقتي انت بتحط ورقه كده زي ورقه الجرجير كده بالمنظر ده، كويس؟ دي ورقه الجرجيره اهي، كويس؟ وبيجي عليها بقى العجينه بتاعت الدقيق بتاعتك تلف عليها بالمنظر ده كده. تمام. حلو، فبقت عجينه خرسانيه ماشيه في امعائك كده. مم. انت شلت من جواها القلب بتاع الجرجير. فيلزق فوق وتحت تاني فيديلك امساك. احنا ما بنعملش كده بقى، احنا بنديك الرده نفسها اللي هي بقى مهما تبلت ما تعجنش وتبقى ماشيه وسط الاكل بنسبه معينه. تمام. تيجي في الامعاء تريح، فالامعاء تمتص براحتها، خدت وقت امتصاص. تخش على القولون تخش مهذبه مش لزجه، تخش رخوه. ساندي. ساندي كلمه ساندي معناها ايه؟ ساند يعني رمله. تمام. وعشان كده دايما بقول لك ما تعبش لا بلا خضار بلا بتاع، مفيش في الخضار فايده. انت مالك عمال بتدوره على البقدونس وتضربوه في الخلاط، مش عارف ايه اضربه في الخضار. يا اخوانا الخضار ده كله كلوروفيل، وظيفته مع الشمس مش بتاعتي، يا راجل بتاع هيموجلوبين، غذائي مش في الخضار اصلا. وقلنا فانبتنا منها حبا ونباتا، ربنا خلق حبوب ونباتات من الارض، بس انا بتاع حبوب مش بتاع نباتات. وفي سوره ياسين قال لك ايه؟ اولم يروا الارض الميته احييناها فاخرجنا منها حبا فمنه ياكلون، ما قالش نباتا منه ياكلون. ادي واحد. طب الحبوب دول فين يا رب؟ شكلها ايه؟ ما يمكن الفول ده حبوب. لا استنى، ده الحبوب في سنابل. عرفت منين؟ ده ملك مصر اما حلم بالبقر بياكل بقر، فقال لهم هتزرعوا 7 سنين دقبا، ما قالش هنزرع ايه، قال لك بس هتاكله والباقي ضروه في سنبله. يبقى يوسف خزن حاجه في سنبل رجع تاني. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل. الحبوب ليها علاقه بايه؟ بالسنابل. ادي عرفها لك تعريف علمي بحت، عشان ما تقوليش بعد 1500 سنه هي يعني ايه حبوب، عشان ما حدش يقول ايه الفرق ده من ده. لا، الحبوب سنابل. عندك كام سنبله تعرفيها؟ القماح والرز والذره، دول ثلاثه. دول اسمهم حبوب سيريالز. خلاص، والسيريالز اصناف. الكورن مش تبع الويدز، الاقماح بقى زي القمح المصري. أيوة. وزي الري الامريكاني الشعير
وزي القوت الشوفان دول اسمهم حبوب، فدول لهم سنابل. فالسنابل ده لكن ربنا لما جه بقى في سوره النبأ قال انبتنا منها حبا ونباتا، انت مش بتاع نباتات، النباتات دي بتاعت الحيوانات التانية، فانا اخضر ما باكلوش، انا ما بسمح بالكوسه والباميه، احنا تدنينا في وصفه الاكل. اما اقول البطاطس والقلقاس احنا دول اصلا مش خضار، دول جزريات، فما فيهاش اخضر اصلا. البطاطس والقلقاس ما فيهمش اخضر. لما اجي انزل درجه بقيت كوسه، انزل درجه بقيت باميه، انزل درجه بقيت فلفل. نزلت تحت في الحضيض بقيت ورقيات. اللي هي انا ربنا قال لي كلوا من ثمره اذا اثمر، انا اروح اكل العنب مش ورق العنب. اكل العنب الثمر نفسها مش الورقه. الورقه ما ربنا عمره ما قال كلوا من ورقه، ما حصلش ما حصلش، ما قالش كلوا من شجره، ما حصلش. ايوه ما حصلش، هو كان يعرف يقول كده، كان يعرف يقول الجرجير. اما جه ناكل البلح ما بناكلش ورق. برافو عليك. أيوة. ناكل البلح ما بناكلش ورق. أيوة. والجوافه ناكلها ما اغليش ورقها، بلغ لي ورق الجوافه. آه. بلغ لي ورق البتنجان. خاطر بره الدنيا تمام. انا سمعنا الكلام ده مع الاستاذه ابتسام، هكمل معاها بقى بسرعه عشان خاطر الدنيا لخبطه. اشوفكم على خير، وممكن اكلمكم النهارده اخر العياده. باي باي.